عودة لعشر الصبح في الأهلي، أهلا بكل حضراتكم من جديد. إحنا في الفقرة دي منورانا ومشرفانا لاعبة وبطلة كتبت اسمها بحروف من نور بعد ما أصبحت هي أول لاعبة كاراتيه على كرسي متحرك. بعدها دخلت في مجموعة من الرياضات المختلفة من ضمنها السباحة. تعالوا نتعرف عليها وعلى تفاصيل عالمها. رحبوا معنا بضيفتنا كابتن إيمان مراد، لاعبة وبطلة الكاراتيه على كرسي متحرك. صباح الفل عليك يا إيمان، منورانا. صباح الورد، أهلا بيك. صباح الهنا. وقبل اي حاجه بقى، انا بس عايزه الساده المتابعين يفهموا احنا بنتكلم في ايه. يعني مش بطله ميدالية او غيره، ده حضراتكم مجموعه قليله من عدد الميداليات اللي ايمان حصلت عليها، طبعا كلها بطولات مختلفه، ده غير الشهادات اللي معانا اللي هنتعرف. وحابين ان احنا نسمع منك بجد يا ايمان على كل المسيره لحد هذه اللحظه واللي جاي باذن الله. بس قبل اي حاجه خلينا نعرف الساده المتابعين دلوقتي، ايمان مين وابتدت ازاي ومين كان داعم ليكي ومين كان دايما بيشجع؟ خلينا نعرف منك. أنا الحمد لله، أنا بقول عن نفسي إن أنا إنسانة محظوظة جدا. أنا تربيت في وسط أسرة سوية جدا جدا، كنت أنا أصغر واحدة في إخواتي، فتقال لي كده من وأنا صغيرة ما فيش حاجة اسمها إعاقة، ده اختبار من ربنا، بس هناخد درجته يمكن متأخر شوية. فبناء على هذا بدأت تتكون شخصيتي، يعني لغايه ما وصلت لثانوي وصلت الجامعه. كنت وانا في اعدادي، من وانا في اعدادي كنت بعتمد على نفسي وبزق الكرسي بتاعي وبروح المدرسه لوحدي وبروح الدروس لوحدي. لما انتقلنا لمرحله الثانوي، المدرسه بعدت عن البيت شويه، فقالت لي كوني علاقات، رحمه الله عليها طبعا، قالت لي كوني علاقات وكوني اصدقاء وخلي ليكي عالمك الخاص اللي انت تبقي مرتبطه بيه وهو مرتبط بيكي، انا مش هفضل عايشه لك طول العمر. فكل الكلام ده طبعا وانا كنت لسه صغيره، يعني اولى ثانوي دي طفله يعني. فبدات يبقى ليا اصدقاء واتحرك معاهم واروح المدرسه وارجع من المدرسه وانزل الدروس وهكذا لغايه ما دخلت الجامعه. لما دخلت الجامعه قالت لي انا ماليش دعوه خالص، انا لا هوصلك ولا هجيبك ولا هوديكي ولا هعمل اي حاجه. بقى خلاص واعتمدي على انت كبرتي بقى خلاص، اللي هو انا لسه برضو شايفه نفسي البنت الصغيره المدلله اللي كل اللي حواليها مدلعها. فلما دخلت الجامعه شخصيتي اختلفت تماما، بقى رؤيتي حتى للناس وللاشياء اختلفت. ايه اللي اتغير؟ المرحله الانتقاليه اتغيرت. الناس يعني العالم بتاع الكليه والجامعه، انا دخلت كليه حقوق، انا خريجه حقوق. لا ده احنا زملاء بقى. بس خلاص جامعه القاهره. ومعايا دبلومه قانون عام ودبلومه قانون خاص، وان شاء الله ناوي احضر الماجستير باذن الله. ما شاء الله، يعني حتى التفوق الرياضي ما خدش من التفوق الاكاديمي. لا خالص، يعني انا فكره انا بحب القانون بشكل عام يعني، ودخلتها عن حب، يعني دخلت كليه حقوق عن حب. لما دخلت بقيت اتعرف على الدكاتره واتعرف على زملائي، والدكاتره يحبوني ويسالوا عليا لو غبت لغايه ما اتخرجت بقى. يعني التعامل الانساني كان جيد حتى لحد اللحظه دي. الحمد لله. هايل. كويس. اتربيت بقى كده زي ما قلت لحضرتك، الحمد لله انا حتى ربنا يعني دايما بيحط جنبي وحواليا الاشخاص اللي انا دايما ببقى محظوظه بيهم. يا رب دايما. يعني انا دايما عندي دعم من البيت، عندي دعم من الكباتن بتوعي، عندي مسانده من جيراني، من اصحابي، من ولاد، من احفادنا، من كل العيله تقريبا. هي. يعني هي. الاسره والعيله والولاد والجيران، يعني كل الناس ساهمت في النجاحات الكتيره. طبعا طبعا طبعا. جميل. لغايه ما اتخرجت بقى واشتغلت. الاول كنت بتطوع، انا فكره العمل العام يعني انا حباها من زمان، فبدات اتطوع في جمعيات ومؤسسات لغايه ما اتعلمت بقى، وزي ما يقولوا كده بقى ايه، شربت شفت الدنيا على اصولها جوه. وحاليا بشتغل في حاجه بتخص الاطفال ذوي الاعاقه. كويس قوي. وانا بحب المجال ده جدا، يعني انا بعيدا، يعني انا حتى لو كنت ما عنديش اعاقه وكنت هبقى حابه المجال ده. هي مش اعاقه فعلا، هو تحدي، يعني خلينا نقولها بالصيغه دي، يعني حقيقيه. بص كلنا عندنا اعاقات. أيوة. الموظف رب. اللي مرتبه ما بيكفهوش لاخر الشهر ده عنده اعاقه. الطفل اللي بيرسم ووالده ووالدته مش عارفين يوظفوا موهبه الرسم عنده، ده عنده اعاقه. اللي ما بيكملش لطريق نجاحه لهدفه ده عنده اعاقه، ملهاش علاقه. هي مساله قدرات. صحيح. حضرتك تقدر تروح مشوار في ربع ساعه، انا اقدر اروح نفس المشوار بنفس القضاوات بس في نص ساعه. وفي الاخر احنا الاثنين وصلنا. لا لو عايزه تقارني بقى، ان جيتي للحق،
المقارنه مش في صالح الاسوياء انجاز التعليم. لا خالص. ليه؟ لان التحدي الحقيقي عندكم انتم، والبطوله الحقيقيه عندكم انتم، والانجاز الكبير بيبقى دايما جاي من عندكم انتم. انا ونهواند دايما في البرنامج ده لما بنيجي نتكلم مثلا ويبقى في اي كلام عن مثلا الوفد المصري الاولمبي بالمقارنه بالوفد المصري البارالمبي، دايما البارالمبيين ابطالنا البارالمبيين بيرجعوا محملين بثلاث اربع خمس اضعاف عدد الميداليات اللي غير يعني المعاقين بيحققوها. فالحقيقه انتوا يعني لما بيتقال ملهمين دي مش مجامله. ده حقيقي. يعني فعلا. طب ايمان تعالي بقى نروح للشق الرياضي شويه، ابتديتي ازاي واول بطوله كمان شاركتي فيها؟ خلينا نعرف منك. انا ابتديت في 2016 وكانت في كل فكرتي عن الرياضه اني لو الرياضه ما بداتش بدري مش هعرف احقق فيها حاجه. فانا بدات كده بمحض الصدفه، ده حقيقي يعني ده فعليا. انا كان عندي حد من اصدقائي هو كان لسه راجع من بطوله المانيا وكان لعب مع ناس مبصرين وهو اصلا كان بلايند، وانا كنت ساعتها بكتب مع حد من احد الصحفيين يعني، وقال لي انا عايز صوتي يوصل للاتحاد لوزاره الشباب والرياضه والاتحاد الدولي للكاراتيه. فروحت النادي على اساس ان انا هاخد منه كلمتين ومعايا صحفي زميل هياخد الكلمتين وخلاص هنمشي. حوار صحفي سريع. هو ولا في دماغي اصلا، مش في دماغي رياضه ولا حاجه يعني، انا يعني رايحه اكتر لكره القدم والبيت عندي بيشجع الكره افضل، فبنتفرج على الدوري الاسباني والدوري الالماني والدوري الايطالي والدوري الانجليزي، بنتفرج على كل الدوريات. فلقيت الكابتن بيقول لي ممكن حضرتك تطلعي على البساط؟ فانا فعلا حقيقي والله فضلت ادور ايه فين البساط ده، انا مش عارفه شكل البساط ايه يعني. فطلعت على قال لي اللي هناك ده، فدخلت كان معايا كرسي عادي جدا غير حتى مؤهل للعبه، فراح قال لي طب ممكن تعملي ايدك كده، طب ممكن تعملي ايدك كده. ف طيب خلاص انا هاخد الكلمتين وبعد كده همشي وهديله ظهري وخلاص. فلقيته هو بيدور عليا وبيتصل بيا وبيقول لي انا عايزك تلعبي معانا وتيجي النادي ومش عارف ايه وهكذا. وبدات بعد اربع تمرينات دخلت اختبار احزمه، وكانت اول مره تحصل في الاتحاد المصري ان لعيب ياخد درجتين حزام في درجه واحده. بعديها بشويه بعد اختبار الاحزمه اتبعت لنا من الاتحاد ان في انتوا عندكم اول بنت في العالم العربي والشرق الاوسط بتلعب كاراتيه على كرسي متحرك. فاخدت يعني اخدت الكلام ورحت قلت في البيت، فاخويا قال لي جمله استوقفتني تماما، فقال لي طب احنا ممكن ناخد الكلمه دي ونعمل من خلالها انجازات او نخليها تمر علينا مرور القرام. صح طبعا، يا تبقى نقطه انطلاق يا زي ما احنا. فانت ايه رايك؟ فانا ساعتها كنت مركزه اكتر في شغلي وكنت عايزه احقق حاجات في شغلي، فقلت له بس انا ما عنديش وقت. قال لي ربنا هيبارك في الوقت يعني تجربي. والله احنا عايزين نقول تحيه لاخوك يعني لو بتتفرج علينا دلوقتي فعلا يعني. هو الاسره كلها متجمعه بتتفرج علينا. حياتنا دي حياتنا دي. ففعلا بدات بقى امر يعني بدات اسال الكابتن طب اعمل ايه يا كابتن عشان ابقى اقوى؟ يقول لي تمشي كتير بالكرسي، تتحركي كتير، تلعبي سباحه، لان انا عندي المشكله اصلا عندي في ظهري مش في رجلي. اوكي. تلعبي سباحه. ففكره ان انا العب سباحه دي يعني بالنسبه لي ليفل الوحش يعني، انا مش لا هقدر انزل حمام سباحه ولا هعرف اصلا انا هتحرك ازاي جوه الحمام يعني. فكانت اول مره في حياتي انزل يعني انزل حمام سباحه، لما حتى كنا بنعدي قدام حمام سباحه كنت بخاف وامشي من بعيد يعني، والله اخاف احسن الكرسي يقع. فكانت ده كان بالنسبه لي تحدي اكبر، ان انا عايزه اعمل كل حاجه عشان ابقى اقوى واحسن وادي اداء كويس. بعديها بثلاث شهور دخلنا بطولة الجيزة، الحمد لله حققت مركز أول ميدالية ذهب وتأهلت لبطولة الجمهورية. كان لسه ما اتعملش المنتخب وأخدت أول جمهورية، ده كان في 2016 و 2018 اتأهلت تاني لبطولة الجمهورية ودخلت المنتخب، بس للأسف لم يحالفني الحظ يعني، فلعبت بطولة دبي كانت مقامة هنا في مصر، فلعبت وحصلت على مركز أول ميدالية ذهب، ولعبت البطولة العربية وهكذا بقى يعني. طب انت طموحاتك واخداكي لفين يا إيمان؟ يعني انت ما شاء الله أكاديميا زي الفل، مهنيا زي الفل، رياضيا مش محتاجين نتكلم. طموحاتي واخداني ان انا نفسي احقق نفسي ابقى حكم دولي ان شاء الله يعني،
حكم في الكاراتيه، لاني احنا بنتعرض لحاجات. عايزه اقول لحضرتك بقى فكره ان الكاراتيه على الكرسي مختلف خالص، يعني زي ما اللاعب النورمال هيقف ويتحرك ويطلع خطوات معينه برجله، انا مطلوب مني كمان اطلع بزاويه معينه بالكرسي وباتجاه معين، لو اتجاه ده غلط انا بنقص في الدرجات. اوكي، بس حلو الطموح ده، يعني عايزه تبقي محكمه دوليه وعايزه طب تدربي مثلا؟ نفسي اعمل فريق من كله، من اصحاب الكراسي يعني من. طب برضو عايزين نعرف منك كمان، يعني بحكم وجودك في هذا العالم وانت واحده من رموزه وابطاله، ايه اللي اتغير وايه اللي استجد في الفتره الاخيره فيما يتعلق ب ذوي القدرات الخاصة، الأبطال الرياضيين ذوي القدرات الخاصة، هل في مستجدات حلوة؟ بص، يعني بصراحة احنا ما نقدرش ننكر النقطة دي، هي في حاجة مهمة قبل الرياضة، نظرة المجتمع بدأت تختلف تماما. جميل. يعني بعد سيادة الرئيس. طبعا، يعني نظرة المجتمع بدأت تختلف تماما تماما، يعني ان الناس دول متشافين، وان الناس دول بيحققوا حاجات وكذا. صحيح. وان هم بس مش مجرد حد قاعد على كرسي، او مجرد حد ما بيشوفش او ما بيسمعش، لا، ده الناس دي عندهم قدرات. الى حد ما الناس، يعني المجتمع بدأ يؤمن بقدراتنا، ودي طبعا نقطة تتحسب لنا طبعا بشكل كبير. طب بصي بقى، علشان يعني الناس برضو تبقى عارفه احنا واصلين لليفل ايه، انا بحب جدا الواحد يركز على الانجازات. حضراتكم برضو ده جزء من الشهادات اللي ايمان حصلت عليها. انا هختار عشوائي وتقولي لنا كل شهاده تقريبا كانت في ايه. يعني مثلا ده الاتحاد المصري للكاراتيه، احكي لنا بقى اكتر عن ده. دي بطوله الجمهوريه الاخيره اللي حصلت في شهر يناير اللي فات، ومنها تاهلت للمنتخب، وبس للاسف ما حالفنيش الحظ ان انا اسافر مع البعثه لظرف صحي. يعني معلش، ان شاء الله مرفوقه. انا جات لي اصابه بس، فاعتذرت عشان ظرف صحي يعني. الف سلامه. الله يسلم حضرتك. وعندك هنا شهاده بطوله برضو منطقه القاهره للكاراتيه. دي دي كانت بطوله القاهره للكاراتيه، كانت مقامه في النادي الاهلي السنه اللي فاتت، مركز الاول يا جماعه اهو. ما شاء الله. ده في النادي الاهلي. واتاهلت بقى من بطوله المناطق لبطوله الجمهوريه. هايل. يعني انا بصي، شهادات ما شاء الله كتيره، واكيد كل شهاده بينهم بتحمل ذكريات وكواليس كتيره. خليني انا وكريم نسمع منك اكتر، يعني بطوله كان مختلفه عندك، او احساسها كان مختلف، فرحتي زياده، كان في تشالنج اكتر او تحدي وقتها اكبر. البطوله الاخرانيه دي، لان كانت تحدي اكبر، لان بدا عدد الكراسي يزيد. يعني لما انا بدات اللعبه ما كانش في حد، بعديها بسنه كان في 2، دلوقتي احنا بقينا 8 أو 6. المنافسه بقت اقوى. بقت اقوى. فانا كنت لازم اطلع احسن حاجه عندي، يعني كنت لازم ادوس على نفسي واتمرن اكتر واطلع كل حاجه عندي علشان اقدر انافس. انا واحد من الناس ايمان ما كنتش اعرف ان في مساحه لوجود رياضه الكاراتيه على الكراسي المتحركه، فعايزين نعرف منك بتبقى تفاصيلها ايه؟ يعني كيف تمارس هذه الرياضه؟ الاعتماد فيها بيكون على الايدين اكتر؟ الاعتماد فيها بيكون على الجزء العلوي. وعلى الايدين اكتر. اوكي. وطبعا فكره ان انا احفظ كاتا مثلا 54 حركه او 64 حركه، مطلوب مني ان انا اتحرك بالكرسي بزاويه معينه واطلع بزاويه وارجع بزاويه معينه. الزوايا دي عشان يبقى في مساحه ان انت تلمسي الخصم. لا، انا ما بلعبش خصم، انا ما بلعبش فايت، انا بلعب شو استعراض. كاتا. زي الكاتا كده. هي انا بلعب كاتا بالظبط. انا بلعب كاتا. اوكي. ففكره ان انا احفظ 64 حركه او 54 حركه باتجاه باتجاه كرسي مختلف، دايما برجع دايما بطلع، الحركه اللي بعديها بتبقى في اتجاه تاني بزاويه تانية بحركه تانية، عايزه قوه وعايزه لياقه وعايزه كل حاجه. طبعا، وعايزه يعني مخ صاحي اكيد يعني. ايمان، بتاخدينا للشق الشخصي بقى شويه. هل بتفكري، ما اعرفش تتجوزي ولا لا، بتفكري تتجوزي، ترتبطي، يعني الموضوع برضو حطاه في دماغك؟ يعني طبعا، ليه لا يعني. حلو جدا، يعني حتى المقاصد في الناس تقول لك لا انا مش، ده حقي يعني. انا شايفه ان انا زي اي حد، ما عنديش طبعًا اي اختلاف خالص. بالعكس، لو كان عندي اختلاف فالاختلاف ده في صالحي، مش ضدي.
صح. وبعدين انا زي ما قلت لحضرتك انا اتربيت في بيئه سويه جدا، فانا بعرف اطبخ، بعرف ارتب البيت. الحمد لله. فيعني جميل. وهل ان شاء الله في يوم من الايام يا ايمان لو خلفتي برضه هتنقلي الخبره المحترمه دي لاولادك؟ لان الفكر اللي اهلك ربوكي عليه ده على فكره يعني هو في الفتره الاخيره بقى موجود، بس لما بيبقى موجود بيبقى حاجه حلوه قوي. يعني دايما بقول ان البطل الاساس في صناعته هم الاهل او طبعًا. البيت اللي خارج طبعًا. منه طبعًا. لو شخص رجل او امراه خارج من بيت مش داعم، مهما كان عنده قوه ومهما كان بالزبط. عنده موهبه، مش هيقدر ان هو يوصل لمناصب او مراكز متقدمه في الرياضه ابدا. يعني اكيد طبعا، اكيد طبعا هنقل كل ده الخبره مهم دي. جدا. طبعا. وكمان الحمد لله الواحد بقى عنده خبره اكتر. صحيح. ورؤيته للحياه اختلفت، ورؤيته للناس والاشخاص والاشياء حتى اختلفت. يعني ربنا يكرمك جد والله. بصي يعني انا مش بجاملك، ولكن انت نموذج مصري محترم ونفتخر بيه بجد يا ايمان، وربنا يوفقك في كل خطواتك الجايه سواء على المستوى الشخصي او العملي. وانا اتوقع لو انت حطيتي في دماغك يعني قصه انك تبقي محكمه دوليه في الرياضه دي تحديدا في المستقبل، اعتقد هتوصلي لها بالشخصيه اللي احنا شايفينها، بالاصرار اللي احنا شايفينه ده. ان شاء الله يا رب. انت نورتينا النهارده وشرفتينا. ميرسي لحضرتك. مبسوطه جدا جدا بوجودك معانا النهارده، وان شاء الله اللقاء اللي جاي يكون معاكي المزيد بقى من الميداليات والنجاحات ان شاء الله. بشكرك على وجودك معانا. شكرا جزيلا. هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل الكلام. اتفضل.